ماشي هدكين كرسي هنا سيف ده كذا. نقاب بس النقاب دي بقى كده يا ريال. الله يحفظك الله يجزيك بخير. قريت المنشور اللي حطيته تاع داك المشكل وكذا. نسألك سؤال ارفع صوتك باش تسمع هنا في اللايف. موافق انني نصور لايف في وجهي؟ موافق ان لبست النقاب وما تكشفتش العوره ديالها نصور لايف؟ موافق موافق ما عندكش مشكل. جيت بالاراده ديالك هنا الاراده ديالي. الله يحفظك الله يجزيك الحمد لله. الله معك الحمد الله يجازيك. انا نوريك ان شاء الله ديري ان شاء الله. ان شاء الله ماشي صعب سنين شويه نتكات في البطاطا عند سقيه. واش دخل واش دخل هذا الشيء في هذا الشيء؟ لا علاقه. بغيت انا باش تكون النيه خالصه. الله يعني دخل النيه في هذا الشيء اصلا كاع ما عرفتش. هذه تعد من العبادات. واش دخلها؟ كاين تقدر تلقى اخت تاركه للصلاه ودايره النقاب تستر عوراتها. انا قلت لك خاطيني. يلا تفضلي احكي لي. دهبت نقول لك فين كان تاثر. احكي لي كل شيء. ما عرفتش الذهب اللي كاين حطه هنا. كاين شي حوايج ما يتحكاوش يتقرا؟ لا لا ما عرفتش. انا غير ملي كندير الرقية في الدار يعني كان كلشي داكشي يعني عادي يتقرا. كيف ها هو انا عارف بلي عادي يتقرا. اش بغيت نسمعو من فمك حسن افضل كمضي هاك. عندي حية مربية حاسدة منذ الصغر يحكمها ملك طيار في الرأس بنجمة أهداها له شيطان. زيدي اللي سأثرت بها في الجمعية بزاف. طبعا دقيقة هادو كملي. عطيني هذيك الورقة تعطيها لي ولكن دابا النقاط الأساسية عندنا حية جنية. تأثرتي دابا باش كنا نديرو هاد الرقية اللي قبل منك؟ ما سمعتهاش معايا. الله بديت نسمعها وجيت صافي. جنية حية زيدي مربية. زيدي يحكمها ملك طيار بنجمة. زيدي 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 مسلم مقيد. شوية بالصوت ديالك يترفع ماش قاعد نسمع. مسلم مقيد. مسلم مقيد زيدي. سحر المقابر. سحر المقابر. سحر المرشوش مدفون. سحر التفريق. سحر الجنون. صبح الجونو زيدي. كنت تأثر في الزهرية. فاش؟ الزهرية. تأثري في الزهرية. السلالة. السلالة. العين والحسد. من كان كنت باغي نجي ندير رقية بحال دركا عندي واحد الوجع في الاستوما ديالي قوي بزاف. زيدي. ضيق في الصدر.
هذا غير كثرة المشاكل. الزوج. أصلاً رايد الغيهام المسكين. كي درتوا المشاكل. ديك البركة يعني يكون كنت تلقى العكس يكون كان العكس يكون راد تفرقتي مشكلة. الله يجمع الشمل الله يألف القلوب والله يجمع لي عشرة. عذرا من اللي يعني اكتشفنا بأن كاين المرض عاد شوية يعني الإنسان كاين أول شيء فهمتك ملي اكتشفتوا بلي كاين المرض عاد بديتوا كتراجعوا على دوك النزاعات ودوك المشاكل. شحال لا كان يعني الإنسان كيدير شي حوايج في راسو دخل في العبادات. العبادات تعطي التام لحقاش واحد المرات أثرت بزاف كاع كل شوية مرة مرة ملي كنت كنزيها كنصلي اليوم واخا كنقول لها كنمشي نولي كنبقى كنتوضى نصلي من بغي نصلي ما نعرف شي حاجة رفع صوتك كتوضي تصلي ملي كتبغي تصلي واش كيوقع؟ ما نعرف كنسها ولا نقدر نعقليش. هذيك تعطل في العبادات فيها السهو فيها انك كتغلطي في عدد الركعات والسجدات فيها وسواس في الوضوء تقدري تبغي تعاودي هذا الشيء كله مجموع في تعطل العبادات. زيد زيد كمل. شي مرات كيتغلب عليا الوسواس بحال كنبقى كنشكك في داك الشيء ديال الدين والله ما كاينش. زيد انا عارفه باللي كان كنقنع الشيطان الله ينعل الشيطان قبل ما نكون عارفه يعني المرض وبقى ندير الرقيه يعني كنبقى نستغفر بزاف واخا نستغفر واخا كلشي كيبقى مزير عليا هذاك حتى يعني حتى كيفوتني الحال النسيان والسهو بزاف عدم القدره على الحفظ تعطل صبري بلدت العقل باختصار كتقراي واه دابا راه كتقراي ما بحال اللي تعكس اللي تاهي سمحت زيدي صافي الاحلام كان الحياه التعابين قطط الكلاب يجريو عليا زيدي كنحلم راسي في الخلا بزاف شي مدينه مهجوره الاحياء مهجوره زيدي مقابر واحد المرة في الجماعية تأثرت في ذهب وعاد لينتقم. ذهب وعاد في الجماعية خرج وعاد شي حاجة بحال ملي كنسمع شي رقية فيها موعدة بحال شي حاجة فيها يعني كتأثر يعني كنبقى نبكي كنسطلك على هاد النقط وقولي لي انتي وش حية ملك نجمة زهرية مأكول مشروب لا كلش كتزير بلي كتجي داخل عندي مرشوش كنت درت للسفرة واحد المرة وعدكي باينة مدفون تعطي الزواج التفريق انا قلت تعطي الزواج راجلك معاك تخلطت العبادة الشك في الله عز وجل في ذات الله في الرسول في الدين في كل شيء اختصار البلدة ديال العقل هادو هما النقاط الأساسية هاديك هي باختصار عمرت هي الكريز الحرارة اسمح لي عندي البنت صغيرة رفعي صوتك عندي بنت ديالي يلاه عاد دير هكا زيدي واحد المرة كنت نسمع الجماعية يعني حاولت نبقى فايقة باش تسمع حتى هي كتبقى تقول لي ماما شوفي لهي ماما واش هذاك راه كاين الغول في الدار ومين كنكون درت شي رقيه كنحس بها حتى هي علاش ما طلقتيش الرقيه ديال البيوت في الدار غير البقره من غير البقره لا يستطيع البطر حنا نعلموا هذا علاش ما درتيش الرقيه ديال البيوت اش ما عمرك جربتي دير لا كي تمشي للدار ديريها كاين واحد الرقيه ديال البيوت راني حاطهم في اليوتيوب هزيهم او ديرهم في واحد البوق صغير عندكم بيوت صغار وديرهم وطلقها من جهه في الدار سدي السراج وما تطلقيها خلي السراج واحد مفتوح ان شاء الله ان شاء الله بالنسبه للبنت عادي ماشي عادي مشكل اما تعثر معها تعمر راسك بزاف المره الجايه جيبها معها ان شاء
صافي كنتي حتى شي حركات ماشي هما قالتها يا راه مجرد هذه راه فيها لا هذيك كاين شي حوايج واخا تقول بحال كديرهم شي مرا كبيره ولا بنت كبيره كدير شي عاده في شكل بحال هكا مثلا تقدر كتطلع هنا كتبقى تخرف في الكش ديالها اه فهمت زيد جيبها حتى كنقبضوها وممكن كنلقاوها داخلها العرق كامل شحال في عمرها؟ مازال ما كملت 3 سنين 10 سنين جيبوها كنقول لها ما كتحشم ما كتبغيش تقول لي مين شافني كنزعف عليها دابا وكنجي نحكمها هكذاك على فلا كتبقى تدرك وجهها مني وما تبغيش كاع تشوف لي جيبها قلت لهم فاصل ليا مضرب يا اختي ما تضربوش وحده الليل ياك اخويا وانتم تسمعوا قالت لك الا بغات تضرب طرد قلت شي ضلعه ولا صرات شي ولا وقع شي مشكل في الامعاء هي قالت لك ضرب لا الضرب ماشي وقته كل حاجه بوقتها الا اضطريت نضرب غادي نضرب كتصرعي صرع كلي لا لا ايوا انت لقمه تصرع ما تصرعي الصرع كلي وبغيت نضرب اش هي اش بنيتي توقع شي مشكل الله يحفظه يستر الا اضطرينا غادي نديرو ان شاء الله داكشي اللي نحتاجو غادي نخدموه كان داس انا كنسمع شي مره في القصص هذيك ما تسمعش دازت ديك السمايه طليت عليها وركبنا عليها بحال هكا صافي دازت هي دابا غادي تدوز طلب الله الدوزه ويوفق الله تكون ديك الدوزه كما راكم باغيين الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا قبل ما نبدي إلى عندك شي حاجة بغيت تقولها قبل ما نغمضي عينيك دابا أنت طلعت وأنت موجود وأنت بدأت ترتعش إحنا مازال ما قلناش حتى بسم الله مازال ما قلنا يعني أنت موجود وظاهر علنا أنا النصيحة ديالي لك كجني ماشي كجني كجني انك لا بغيت تتواضع وتطرح الافكار ديالك وناقشها فهذا ما نريد ونصل الى الحل باذن الله عز وجل ومن معه الحق نتبعه واذا كان الحق معك انا اتبعك اذا بينت لي بالدليل الحجه والبرهان انا معك حتى انا ادعو الى الكفر والشك بذات الله والى الالحاد وجحود الاديان كلها ونجحد بكل دين نكره كل شيء احنا بالوحمزه حتى لدابا كل العقائد اللي نزلتها الكتب السماويه وكل كتب السماء كل الانبياء والرسل والاديان كل شيء نكفروا به من الان انا معك اذا اقنعتني واضح ولهذا انا ادعوك انت لا ادعو الجنيه ولا ادعو احدا غيرك انت صاحب النجمه انت الساحر انت المسير الحاكم صاحب الامر والنهي والتعريجة ولهذا أدعوك إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم أبين لك بالدليل الحجة والبرهان وإذا كان مع الحق أرفع سبابتك إلى السماء وإذا كان معك الحق أكفر أمامك الآن إذا بينت لي بالحجة والدليل والبرهان ولكن أنا الأصل الصلب والزبدة من هذا الموضوع كله أنك
قبل البداية صرعت، قبل البداية رفعت، قبل البداية تجليت، قبل البداية ظهرت. ما هو السبب؟ لماذا؟ لو أنك دخلت إلى كنيسة أو دير كان سيقع لك هذا بصدق. لو أنك دخلت إلى كنيسة أو دير كنت ظن أن هذا الأمر سيقع لك، كان سيقع لك مثل هذا. وتدخل ديرك الكنيسة منذ أن تضع قدمك في الكنيسة ولا في الدير أتبدي ترتعش وترتعد وترتشف هكذا؟ لا، بطبيعة الحال وأنت تعلم هذا جزما ويقينا. فالسر في كل هذا أنك تعلم علم اليقين، وقبل أن تعلم أنت ويعلم عقلك علمت جوارحك، علمت أيديك أرجلك، علم بدنك، علم قلبك أن هذا حق، أن هذا الحق الذي سيتلى عليك سيدمغ باطلك. أنت كلك باطل من الأساس، من البداية إلى النهاية، لربما منذ أن ولدت وأنت على الباطل، وأنت على الظلم وعلى الضلال والكفر والشر. وهذه المدة كلها لربما أمهلك الله تبارك وتعالى، ولما عرضت على الحق وتجليت وظهرت وصرعت بدأت في حرب لم يقوى عليها جسمك ولا جسدك، بدأت في معركة لا تقدر عليها وأنت ضعيف. والضعف ليس عيبا، ولكن الضعف والنيف مرفوع الفوق مع سيادك، مع كتاب الله جل وعلا، مع دين الله تبارك وتعالى. فهذه مذلة، لأنك خاسر لا محالة، لأنك مذلول وخاسر لا محالة. ولهذا قبل أن نبدأ أطرح عليك أسئلتي وأسألك وتجيب، إذا أجبت فهذا ما أريد، تتقي الله تبارك وتعالى وتستجيب لي وأسألك وتجيبني ونبحث عن الحل. أما إذا أردت أن تبدأها بالغطرسة والكبر والتكبر والتجبر والعناد، فمر قبلك أقوام، مر قبلك جن كثر، فما وفقنا الله إلا لتعذيبه. أضعف شيء وأقل شيء هو العذاب، أضعف شيء وأقل شيء هو أن ندك حصونهم دكا دكا، أضعف شيء هو أن نكسر قلاداتهم، أضعف شيء هو أن نهد أجسامهم، أضعف شيء هو أن يخرجوا من هذا المكان ضعافا أذلة، إلا وقد حل به من الذل والذلة ما حل. الحل بين يديك، الحل سهل جدا، وأن تقوم من ذاك الكرسي وتجلس في هذا الكرسي اللي كانت فيه هي جالسة، وأطرح عليك أسئلتي وتجيب، وإذا أبيت توكل على الله عز وجل ونبدأ. تحبها؟ أنت تحبها؟ تعشق زهريتها؟ ماذا؟ طيب، تأخذ أم سحرا فقط؟ وكلوك بسحر فقط؟ مسلط بسحر فقط؟ طيب، ما هو سر وجودك وتشبثك بهذا البدن؟ فالأمر مختلف. فلما نقول ملك وحامل للقلادة، وأنا كنت أتكلم على القرايدية، على بزاف ديال النجمات، ماشي غير نجمة واحدة ولا جوج شرطات ولا شرطة، يعني ما دمت تملك نجمة وقلادة ولك خدام إلا ولك عشيرة، وأنت تملكهم وتحكمهم، يعني كيف رضيت أن تخصص جلستك في هذا الجسد هذا، ولا تخصص حياتك ديالك كلها تنطوي على هذا الجسد، ما اخترت إلا المكوث في هذا الجسد، والحمد لله الكوكب شاسع واسع، زعما القاوريات زعما ما عينهم جزارك زعما ماشي زهريات هما زعما كيف زعما اليهود زعما ما تهم فيهم جزهريين ولا كاينه في المسلمين هذا الشيء. سبحان الله، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ربي سبحانك، ويأبى الظالمون إلا كفورا. نتوكل على الله، نسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يسدد رمينا، وأن يبارك لنا في هذا الكتاب، وأن يعيننا بحق ما نقرأ ونتلو بإذنه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسمع منا ولا يعاقبنا بذنوبنا، وأن يستجيب رجاءنا تلبية النداء كل مريض. نسأل الله لا يعطل شفاء المرضى بذنوبنا، وأن يستجيب دعاءنا ورجاءنا وسؤالنا ونداءنا. بسم الله، توكلنا على الله.
بسم الله توكلنا على الله واستعنا بالله واستجرنا بالله واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلنا على الله واستعنا بالله واستجرنا بالله واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة بلا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله بها بدأنا وعلى ربنا توكلنا وبه استعنا وبه استجرنا. من توكل على الله حمد، من توكل على الله كفى، من توكل على الله اصطفى، شر الحاسدين كفى، شر العائنين كفى. بسم الله بها بدأنا وعلى ربنا توكلنا وبه استعنا وبه استجرنا. بسم الله أولا وآخرا، بسم الله ظاهرا وباطنا، بسم الله في كل حال وحيد، بسم الله في كل وقت وحيد. بسم رب السماوات والأرضين، بسم الله، بسم الله عظيم الجاه، بسم الله عظيم الجاه، بسم الله، بسم رب الأرض والسماء، بسم الذي على العرش استوى، بسم الله الذي خلق سبع سماوات طباقا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله أولا وآخرا، بسم الله ظاهرا وباطنا، بسم الله في كل حال وحيد، بسم الله في كل وقت وحيد. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، ما نفذت كلمات الله، ما نفذت كلمات الله، ما نفذت كلمات الله، ما نفذت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، ما نفذت كلمات الله، ما نفذت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم، إن الله عزيز.
عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو جئنا بمثله مددا ما نفذت كلمات الله ما نفذت كلمات الله ما نفذت كلمات الله ما نفذت كلمات الله كلمات الله ما نفذت كلمات الله ما نفذت كلمات الله ما نفذت كلمات الله ما نفذت كلمات الله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعا والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله حكيم بسم الله بسم الله اللهم إنا نسألك بحق كلماتك يا الله اللهم إنا نسألك بوزن كلماتك يا الله اللهم إنا نسألك بأصدر كلماتك يا الله اللهم إنا نسألك بحفظ كلامك يا الله اللهم إنا نسألك يا الله أن تكسر نجمة أن تكسر عرشا أن تكسر حكمة أن تكسر ملكا أن تكسر سلطة أن تكسر خدعة أن تكسر عرشا أن تكسر حكمة أن تكسر ملكا أن تكسر نجمة أن تكسر قلادة أن تكسر قلادة أن تكسر عرشا أن تكسر ملكا أن تكسر حكمة اللهم إنا نسألك يا صاحب المن والجود والكرم نسألك بكلماتك العظيمة أن تكسر نجمة 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 اللهم اكسر نجمة اللهم اكسر نجمة اللهم اكسر قلادة اللهم اكسر نجمة اللهم اكسر قلادة اللهم اكسر كرسية اللهم اكسر عرشة اللهم اكسر كرسية اللهم اكسر عرشة اللهم اكسر كرسية اللهم اكسر عرشة اللهم اكسر حكمة اللهم اكسر كرسية اللهم اكسر عرشة اللهم اكسر حكمة اللهم اكسر حكمة اللهم اكسر عرشا اللهم اكسر كرسية اللهم اكسر كرسية اللهم اكسر كرسية وحكمه وملكه وعرشه اللهم اكسر حكمه 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 وملكه وعرشه اللهم اكسر كرسية بسم الله اللهم اكسر نجمة اللهم اكسر قلادة هو 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 نجمة اللهم اكسر قلادة هو
ونجمت ومكسب قلادته 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 ونجمت اللهم فك قلادته ونجمت اللهم حط قلادته ونجمت وعرشه وكرسيه وملكه وحكمه ومكسب حكمه اللهم اكسر 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 قلادته اللهم اكسر قلادته اللهم اكسر قلادته اللهم اكسر قلادته اللهم اكسر عرشه اللهم اكسر حكمه 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 اللهم اكسر قلادته وعرشه وملكه وحكمه اللهم اكسر حكمه اللهم اكسر حكمه اللهم اكسر حكمه اللهم اكسر قلادته وعرشه وملكه وحكمه 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 اللهم اكسر عرشه اللهم شتت شمله وخدامه وجنوده واعوانه اللهم اقطع مددا اللهم اقطع مددا بحقي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا إن ربي على كل شيء حفيظ وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وجعلنا السماء سقفا محفوظا إن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 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 إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد
فلتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله والله أكبر بسم الله والله أعظم بسم الله والله أقوى بسم الله والله أعز وأجل بسم الله والله أعظم بسم الله والله أكبر بسم الله والله أقوى بسم الله وبأمر 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 الله تكسر كل نجمة تقوى منها ساحر ملك ساحر ملك شيطان له خدام في الأبناء له خدام في الأبناء له خدام في الدري له خدام في الأبناء له خدام في الأبناء شيطان بسحر موروث من الأجداد بسحر موروث من الآباء بسحر موروث من الأمهات وحفظناها من كل شيطان رجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور 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 وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور حجابا مستور حجابا مستور حجابا مستورا 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 حجابا مستور 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 وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا 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 رب اجعل هذا بلدا آمنا
اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، 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 في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 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 بأمر الله تفك الرباط والقيود والسلاسل والأقفال والأغلال، على كل مسلم كبلوه، على كل مسلم قيدوه، على كل مسلم ربطوه، بسم الله وبأمر الله تحل الرباط والقيود والسلاسل والسلاسل والأغلال، 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 تفك الرباط والقيود والسلاسل والأغلال، تحل الرباط والقيود والسلاسل والأغلال، تفك الرباط والقيود والسلاسل والأغلال، تحل الرباط والقيود والسلاسل والأغلال، على كل مسلم مربوط بإحكام، على كل مسلم مقيد بإحكام، على كل مسلم، على كل مسلم، على كل مسلم، على كل مسلم مكبل بإحكام، على كل مسلم مقيد بإحكام، على كل مسلم مكبل
بإحكام، على كل مسلم مصفن بإحكام، على كل مسلم مربوط بإحكام، على كل مسلم مقيد بإحكام، على كل مسلم مكبل بإحكام. ربطه ملك بالنجم بالقلاد، بسم الله تفك رباط القيود والسلاسل والأغلال، تحل رباط القيود والسلاسل والأغلال، تفك رباط القيود والسلاسل والأغلال، تحل رباط القيود والسلاسل والأغلال، تفك رباط القيود والسلاسل والأغلال، تحل رباط القيود والسلاسل والأغلال، تفك رباط القيود والسلاسل والأغلال، تحل رباط القيود والسلاسل والأغلال، تفك رباط القيود والسلاسل والأغلال، تحل رباط القيود والسلاسل والأغلال، تفك رباط القيود والسلاسل والأغلال، تحل رباط القيود والسلاسل والأغلال، تفك رباط القيود والسلاسل والأغلال، تحل رباط القيود والسلاسل والأغلال، تفك رباط القيود والسلاسل والأغلال، على كل مسلم مربوط بإحكام، على كل مسلم مصفد بإحكام، على كل مسلم، على كل مسلم مكبل بإحكام، على كل مسلم مقيد بإحكام، على كل مسلم مصفد بإحكام، على كل مسلم مربوط بإحكام. بسم الله تحل كل القيود، تحل كل رباط، تحل كل السلاسل كل الأغلال، تحل كل رباط كل القيود كل السلاسل كل الأغلال، تحل كل رباط كل القيود كل السلاسل كل الأغلال، تحل كل رباط كل القيود كل السلاسل كل الأغلال. بسم الله تفك رباط القيود والسلاسل والأغلال، تحل رباط القيود والسلاسل والأغلال، تفك رباط القيود والسلاسل والأغلال، تحل رباط القيود والسلاسل والأغلال، على كل مسلم مكبل بإحكام، على كل مسلم مصفد بإحكام، على كل مسلم مكبل بإحكام، على كل مسلم مكبل بإحكام، على كل مسلم مقيد بإحكام، على كل مسلم مصفد بإحكام، على كل مسلم مربوط بإحكام. اللهم فك رباطهم وسلاسلهم وأغلالهم، اللهم فك قيودهم، اللهم فك قيودهم، اللهم فك قيودهم ورباطهم وسلاسلهم وأغلالهم، اللهم فك قيودهم، 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 اللهم فك قيودهم ورباطهم وأغلالهم، اللهم فك رباطهم وقيودهم وسلاسلهم وأغلالهم، اللهم فك قيودهم ورباطهم وسلاسلهم وأغلالهم، اللهم فك قيودهم ورباطهم وسلاسلهم وأغلالهم. بسم الله وبأمر الله تحل كل القيود، بسم الله وبأمر الله تفك كل القيود، بسم الله وبأمر الله تحل كل القيود، بسم الله وبأمر الله تفك كل القيود، بسم الله وبأمر الله تحل كل القيود، تفك كل القيود، تحل كل القيود، تحل كل رباط والقيود، كل الأغلال والقيود، كل رباط والقيود، تفك كل القيود، كل السلاسل والأغلال والقيود، اللهم فك قيودهم ورباطهم وسلاسلهم وأقفالهم وأغلالهم، وأهلك من ربطهم، وأحرق من ربطهم، ودمر من ربطهم، اللهم أهلك من قيدهم وربطهم، اللهم لا اجعله في العقل ولا في الرأس ولا على العلم ولا على الفهم مستقرا ولا مستودعا ولا وليا ولا سلطانا، وبالحق أنزلنا وبالحق نزل، وبالحق أنزلنا من الرأس من الدماغ من العقل من الجمجمة من الناصية من العنق من الأكتاف من الرقبة من الصدر من القلب من البطن من الأمعاء من الفقرات من الأيدي من العورات، وبالحق أنزلنا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل 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 نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، اللهم ولا تجعله في العقل مكانا ولا مستقرا ولا مستودعا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل 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 وبالحق نزل 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 وبالحق نزل 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 وبالحق نزل 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 من الدماغ والعقل من البدن من الأكتاف من العروق من المفاصل من الأعين من الأعين من الدم من الأعين من الأعين من بريق الأعين من بريق الأعين من الأعين من بريق الأعين من الأعين من بريق الأعين على شكل الأعين عمر الأعين سلطان الأعين سكن الأعين سكن الأعين سكن الأعين بقلادة بين الأعين بقلادة في الناصية فوق الأعين بنجمة في قلادة بنجمة وقلادة فوق
القلع في العاصفة في قلادك في الصدر للناصية. بسم الله بسم الله وبالحق أنزل وبالحق نزل وبالحق أنزل وبالحق نزل 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 وبالحق أنزل 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 وبالحق نزل 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 يعرف المجرمون بسيمهم فيؤخذ بالنواصي فيؤخذ بالنواصي فيؤخذ بالنواصي يعرف المجرمون بسيمهم فيؤخذ بالنواصي يعرف المجرمون بسيمهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. أشهد أن لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله قوي لا إله إلا الله 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 للمسلمين وعلى المسلمين نصرة وعزة وعلى الكافرين ذل ومذلة وصغار وحقار لا إله إلا الله 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 الذين آمنوا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما
وبحد جارتهم وما كانوا مهتدين. اللهم يا رب جبريل وميكال أحرق كل شيطان، اللهم يا رب السماوات والأرض أحرق كل شيطان، اللهم يا رب الإنس والجن أحرق كل شيطان، اللهم يا رب كل شيء وملكه أحرق كل شيطان، اللهم يا عظيم الجن أحرق كل شيطان، اللهم يا قوي يا قوي يا قوي انزع من كل شيطان قوته، اللهم أحرق هذا الشيطان وألك هذا الشيطان ودمر عرش هذا الشيطان وألنا فيه الضر والشر والسوء والعذاب والنار والألم. نار النار النار نار النار النار نار النار النار نار النار النار نار النار النار. أسألك اللهم يا ربي بكل اسم هو لك أحرق حرقه وصعقه صعقه، اللهم دمر عرشه، اللهم أحرقه وأحرق من والاه ومن ناصره ومن معه ومن أعانه ومن قدم له يد العون ومن أتاه بالمدد بالمدد بالمدد. رب اقطع مددهم، اللهم 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 اقطع مددهم واتحادهم واتصالهم وصلهم، اللهم اقطع مددهم واتحادهم واتصالهم وصلهم معه كل ساحه، اللهم اقطع مددهم واتحادهم واتصالهم وصلهم معه كل ساحه. بسم الله يقطع كل مدد واتصال، يقطع كل وصل واتصال، يقطع كل وصل واتصال، يقطع كل اتحاد واتصال. واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون الا خلف حجابا مستورا، 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 حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، 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 حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجابا مستورا، حجابا مستورا، حجابا مستورا. بسم الله، بسم الله وبأمر الله، بسم الله وبأمر الله وبإذن الله وبأمر الله يقطع كل مدد، يقطع كل عون خارج الأبدان ومدد، يقطع كل اتصال مع ساحر مع خارب مع طيار مع شيطان مع جني، يقطع كل اتصال ووصل ومدد بأمر الله، يقطع كل اتصال، كل اتصال ووصل ومدد. بسم الله، اللهم اقطع مدده ودك اللهم يا ربي حصونه، اللهم دك حصونه، اللهم دك حصنه يا ربي، دكا 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 دكا، اللهم دك حصونه دكا دكا، اللهم دك حصونهم دكا دكا، اللهم دك حصونهم دكا 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 دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا 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 دكا، اللهم دك حصونهم دكا دكا، اللهم دمر حصونهم، اللهم اكسر حصونهم، اللهم فجر حصونهم، اللهم دمر حصونهم، اللهم حطم حصونهم، اللهم دمر حصونهم،
اللهم فجر حصونهم، اللهم دمر حصونهم، اللهم اكسر حصونهم، اللهم دمر حصونهم، اللهم فجر حصونهم، اللهم دمر حصونهم، اللهم فجر حصونهم، اللهم اكسر حصونهم، اللهم رد حصونهم، دمر حصونهم وفجر حصونهم، اللهم حطم حصونهم، اللهم دمر حصونهم، اللهم فجر حصونهم، اللهم دك حصونهم، اللهم دمر حصونهم، اللهم فجر حصونهم، اللهم دك حصونهم، اللهم حطم حصونهم، اللهم اكسر حصونهم، اللهم فجر حصونهم، اللهم حطم حصونهم، اللهم دمر حصونهم، اللهم فجر حصونهم، اللهم دك حصونهم، اللهم دمر حصونهم، اللهم دك حصونهم، بسم الله تفك كل رباط والقيود والسلاسل الأغلال على كل مسلم ربطوا، على كل مسلم قيدوا، على كل مسلم كبلوا، على كل مسلم ربطوا، على كل مسلم قيدوا، على كل مسلم صفدوه بالسلاسل والأغلال. النصرة للمسلمين، النصرة للمؤمنين، النصرة للموحدين، الله معنا ولن يخذلنا، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، الله عز وجل غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، القوة كلها لله جل وعلا، والمجد لله جل وعلا، والكبرياء لله جل وعلا، والبقاء لله جل وعلا، كل شيء بإذن الله جل وعلا، والملك لله جل وعلا، وكل شيء بأمر الله جل وعلا، وبإذن ربي سبحانه وتعالى ستكسر كل الحصون، بإذن ربي سبحانه وتعالى ستهد كل الحصون، بإذن ربي سبحانه وتعالى ستدمر كل الحصون، بإذن ربي سبحانه وتعالى ستدك كل الحصون، ستفجر كل الحصون، ستدمر كل الحصون، ستهد كل الحصون، وتدك كل الحصون بإذن الله جل وعلا دكا دكا. معصر الجن من المسلمين والمؤمنين والموحدين، أشهد أن لا إله إلا الله عزة وأنفة والله ناصرنا، أشهد أن لا إله إلا الله، 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 أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، المؤمنون الموحدون كلكم الآن معي، تقوون على الكلام ما دام السبابتين مع المرفوعتان، لو الحمد لله أنتم في نصر، أنتم في عز، فكت قيودكم، سلاسلكم، أغلالكم، وهذا ظاهر، قربوا بلزونا في الكرسي أمامي نوت وجه جلسانا مسلم، الحمد لله تفضل جلسانا، قم خلي على خطر قم المقام ديالك وجه جلسانا أو كرسي، نعم أنت جني مسلم، أنت جني مسلم، حيث أنت مسلم يشرفني أنك جيت جلس في الكرسي هذا أمامي،
طريق أسئلة ونتساعد ونتعاون في الخير. المؤمن المؤني كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. تفضل وجهك لسانا. تفضل وجهك لسانا. ما قدرش تنوض؟ ما قدرت تقدر ترفع إصبعك بزوج يديك قدر بس حاجة أخرى ما قدرش تديرها. قادر تتكلم، قادر تتكلم، قادر تنظم المقام ديالك، قادر تقوم المقام ديالك. أجي جلسانا، نظم بلاصتك وأجي جلسانا، نظم بلاصتك وأجي جلسانا، نظم داك الكرسي وأجي جلسانا. أنت نوض وجلس هنا في هذا الكرسي. تكلم تما، واش ما قادرش تتكلم؟ كيم منعك من الكلام؟ أعطيني غير إشارة، شرح، قول شي حاجة. يلا كرر معي هذه الآية في جوف صدرك. إذا كنت بغيت تعاون في الخير، إذا كنت بغيت تعاون في الخير، ربي يوفقك الخير. إذا كنت كذابا أشرا، كن على يقين أن التسخير والتيسير سيقطع وسيمنع وسيفضح الله سرك وبإذن الله عز وجل ستذل. أما إذا كنت صادق وفقك الله. إذا كررت معي هذه الآية كما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقربك شيطان وهو شيطان وأنت مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده، إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللهم واجعل بينهم وبينه حجابا مسترا، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجابا مستورا. اللهم اجعل بينهم وبين كل شيطان ظالم كبير بالنجمة مسون حجابا مستورا. كل شيطان توارى عن الأرض،
استخفى وتور اختبع وتور. اللهم اجعل ألم كتابك يصل إليه يصل إليه أينما كان في كل عرق في كل عرق في كل عرق في كل شريان في كل عضو في البدن في كل جزء في كل فقرة في كل طرف في كل مكان. اللهم اجعل حروف كتابك تصل إليه تصل إليه تصل إليه تصل إليه تصل إليه. لا إله إلا أنت احرق اللهم يا ربي أقواه كل ملك أقواه كل سيد أقواه كل شيطان بالنجمة خوي. بسم الله يحرق يحرق تكسر نجمته يحرق تكسر نجمته يحرق تكسر نجمته تكسر نجمته تكسر نجمته تكسر نجمته تكسر نجمته. اللهم اكسر نجمته اللهم اكسر نجمته اللهم دمر نجمته اللهم احرق نجمته اللهم احرق نجمته اللهم اكسر 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 نجمته اللهم دمر نجمته اللهم حط نجمته اللهم حط نجمته وانزع قوة وانزع اللهم يا ربي قوة وانزع اللهم يا ربي قوة وانزع اللهم يا ربي قوة. اللهم بدله بدل القوة ضعفا 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 ضعفا. اللهم بدله بدل القوة ضعفا ضعفا. اللهم بدله بدل القوة ضعفا اللهم بدله بدل القوة ضعفا ضعفا. اللهم بدله بدل القوة والعزة ضعفا 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 ضعفا. اللهم بدله بدل القوة ضعفا 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 ضعفا. اللهم بدله بدل القوة ضعفا اللهم بدله بدل القوة ضعفا اللهم بدله بدل القوة ضعفا. الله الذي خلقكم من ضعف الله الذي خلقكم من ضعف الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعلكم من بعد ضعف قوة ثم جعلكم من بعد قوة ضعفا وشيبا ضعفا 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 وشيبا ضعفا وشيبا. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير 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 وهو العليم القدير. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعلكم من بعد ضعف قوة ثم جعلكم من بعد قوة ضعفا وشيبا. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اللهم يا رب شل حركته وخذ قوته 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 اللهم شل حركته وخذ قوته اللهم يا رب الشلل في كل عرق وعضو ويد وجزء وطرف اللهم يا رب شل حركته وخذ قوته اللهم شل عظامه واطرافه وخذ قوته اللهم شل بدنه وخذ قوته اللهم شل جسده وخذ قوته اللهم شل جسمه وخذ قوته اللهم شل قدمه
اللهم شل أقدامه وخذ قوته، اللهم شل أقدامه وخذ قوته، اللهم شل بدنه، اللهم شل عظامه وأطرافه، اللهم الشلل، اللهم الشلل يا رب الشلل الشلل الشلل، اللهم الشلل في كل عرق وعضو وجزء وطرف، اللهم شل عظامه وأطرافه، اللهم شل بدنه، اللهم شل بدنه، اللهم ارنا فيه حق آيات كتابك العظيم، اللهم ارنا فيه الضر عيانا بيانا، اللهم ارنا فيه السوء عيانا بيانا، اللهم ارنا فيه الشر والضر عيانا بيانا، اللهم ارنا فيه الألم والوجع عيانا بيانا، اللهم ارنا فيه النار عيانا بيانا، اللهم ارنا فيه الألم عيانا بيانا، اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيه عجائب صنعك وصنيعك، اللهم ارنا فيه عجائب بطشك، اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك، 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 اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعلكم من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء وهو العليم القدير يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وإذ يتحاجون في النار وإذ يتحاجون في النار وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار بسم الله 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 وبأمر الله تدك كل الحصون بسم الله وبأمر الله تدك كل الحصون 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 تدمر كل الحصون بسم الله يحرق كل خادم يهلك كل خادم يدمر كل خادم يعذب كل خادم يذل كل خادم يدمر كل خادم يعذب كل خادم يدمر كل خادم
خارب يدمر كل خارب يدمر كل خارب يحرق كل خارب يعذب كل خارب يذل كل خارب اللهم احرق الخدام جنود الرتبة اللهم اهلك الخدام جنود الرتبة اللهم دمر الخدام جنود الرتبة خارج الابدان وحولها 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 اللهم نجعلهم على صلاتها وقيامها ووضوئها وسجودها وليا ولا سلطانا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى اللهم يا رب السماء والأرض اللهم عليك به اللهم إنهم عطلوا العبادة وصرفوها عن الدين والعبادة ودعوها بكل عصيان ومعصية اللهم يا رب الناس ويا إله الناس اقسم ظهورهم اللهم 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 اقسم ظهره شيطان بالنجم 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 اللهم اقسم ظهره 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 وقلادته وعرشه وكرسيه اللهم اقسم ظهره 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 يا الله اللهم اقسم ظهره اللهم شق صدره واقسم ظهره واحرق جلده وشل حركته اللهم الشلل 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 اللهم الشلل 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 اللهم الشلل في كل عرق وعضو وجزء وطرف اللهم عليك بكل شيطان وكلوه بالاسحار 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 اللهم عليك بكل ملك خبيث شيطان بالنجمة ساحر عليم ساحر عليم له في الابدان خدام حول الابدان خدام اللهم احرق جلده واقسم ظهره وشق صدره اللهم صب عليه العذاب واجعل من فوقه النار والالم والوجع والعذاب العذاب 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 كلما مضج جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب 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 يوم تقلب وجوههم في النار في النار يوم تقلب وجوههم في النار 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 اللهم قلب وجوههم في النار في الدنيا قبل الآخرة اللهم ذقهم من سموم قرآنك اللهم ذقهم من حر قرآنك اللهم ذقهم من عذاب قرآنك اللهم ذقهم من نار نار قرآنك اللهم ذقهم من حر قرآنك اللهم ذقهم من عذاب قرآنك اللهم ذقهم من نار قرآنك اللهم ذقهم من عذاب قرآنك ألا يدك الحصون ويحرق الجلود ما رأيك في القرآن أليس أعظم من قلادة ونجمة لساحر ما رأيك في القرآن أليس أقوى منك ومن أكبر منهم أكبر منك ما رأيك في القرآن الذي ذكر فيه ربي جل وعلا فرعون الذي طغى في الأرض وجعل أعزة أهلها أذلة ما رأيك في القرآن الذي فيه ذكرنا ربنا جل وعلا نصره لموسى وهارون ومعه ما رأيك في القرآن الذي وعظنا به ربي بمن سبقنا ممن طغوا وآلوا وطغوا في الأرض وافسدوا فيها وسفكوا الدماء ما رأيك في القرآن عليك فيه يوم تقلب وجوههم في النار اسمع الختام ديالها كيف هو وبه نختم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله
تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يا ليتنا أطعنا الله يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا إن الدين عند الله الإسلام من فوق سبع سماوات هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه الحمد لله الذي أنعم علينا ببركة القرآن وما عرفنا قدرها ونعترف بذلك اللهم إنا مقصرون ونعترف ولكنك رحيم ورحمتك سبقت عذابك اللهم يا رب الناس ويا إله الناس ويا خالق الناس كما أريتنا حر آيات كتابك فيه فأرنا قوتك يا ذا الجلال والإكرام فيه اللهم هذا كلامك وليساوي شيئا أمامك يا رب السماء والأرض وقلت فيه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقلت فيه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ونعلم يا رب أن هذا جزء يسير قليل من كلامك يا ذا الجلال والإكرام وكلماتك لا تنفذ لو كانت الأشجار أقلاما ولو كانت الأبحر مدادا ما نفذت كلماتك يا ربي اللهم يا رب اغمسه في حق كلماتك يا رب السماء والأرض اللهم أذقه من حرها واغمسه فيها غمسة تحرق بها كل جسد اللهم كما أرينا حر آياتك البسيطة الصغيرة فيه فأرنا قوتك أنت يا رب فيه وصلت عليه من فوق سبع سماوات ملائكة غلاظا شداد ليعصونك يا رب ما أمرتهم ويفعلون فيه ما يؤمرون اللهم زلزل الأرض من تحته اللهم زلزل الأرض من تحته اللهم زلزل الأرض من تحته اللهم صلت عليه طيرا أبابيل ترميه بحجارة من سجيل اللهم يا ربي ويا إلهي ويا سيدي هو ومن معه شتت يا ربي شمله وفرق جمعهم واجعل اللهم يا ربي الدمار والشتات عليهم وبينهم اللهم اجعل عليهم سافلهم اللهم اخسف بهم وبدارهم الأرض اللهم اجعل عليهم سافلهم اللهم اخسف بهم وبدارهم الأرض اللهم اخسف بهم وبدارهم الأرض اللهم صلت عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات اللهم صلت عليهم غضبك وعقابك بطشك وألمك وانتقامك ونارك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل يا مجيب دعوة المضطرين يا إله الأولين والآخرين كلنا عونا ونصيرا كلنا معينا وظهيرا اللهم إني أسألك بحق الأيام التي ننكل اللهم إني أسألك بحق الأرامل الذين طلقوا اللهم إني أسألك بحق اليتامى الذين شردوا اللهم إني أسألك بحق المرضى الذين عذبوا اللهم إني أسألك بحق اليتامى الذين أفرضوا أسألك بحق الأيام الذين طلقوا أسألك بحق الأرامل الذين طلقوا اللهم إني أسألك بحق المرضى الذين عذبوا أسألك سؤالا واحدا نرجوك رجاء واحدا ندعوك دعاء واحدا أن تستجيب نداءنا وسؤالنا ورجاءنا بحق كل دمعة سقطت حزنا سقطت ألما سقطت خشوعا سقطت تضرعا وبكاء وندما أسألك اللهم يا رب أن ترحم ضعفنا وتعيد لنا مجدنا وعن كل شيطان تنصرنا أسألك اللهم يا رب ألا تعذبنا بذنوبنا وأن تستجيب نداءنا وسؤالنا وصراخنا ونجاءنا أسألك اللهم يا رب أن تكون معنا ولا تكون علينا بحق لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين
وصل على محمد في الآخرين، وصل اللهم يا ربي على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة يا ربي تامة كاملة أبدا من السماوات والأرضين، صلاة يا ربي تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتهدي اللهم يا ربي بها قلوبنا وتصلح بها حالنا وأحوالنا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، أعلي اللهم يا ربي راية الحق والدين، وانصر اللهم يا ربي الإسلام والمسلمين، خذل الشرك والمشركين، وأعزنا بعزك يا رب السماوات والأرضين. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم خذ بأيدينا، اللهم خذ بأيدينا، اللهم قدنا إلى الجنان، صرفنا عن النار والنيران، اللهم قربنا الخير والأخيار، صرف عنا الشر والأشرار، اللهم أصلح ذات بيننا، وقضي حاجاتنا، واغفر زلاتنا، واحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، بحق لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ما غردت الطيور، وصلي اللهم يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما أشرقت الشمس، وصلي اللهم يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تامة كاملة أبدا من السماوات والأرضين. ربي ما كان مصاب فمنك وحدك، وما كان خطأ أو سهو أو زل أو نسيان في الطريقة أو القراءة والنطق والكلام، فمن نفسي ومن الشيطان، الله رسوله منه براء، الله أعلى وأعلم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ما يشفيك. قلنا أنا هدر ما باشي هدر قلبناها شوية ماشي أفضل، مرة جاية عاوتاني نقلبها إن شاء الله شوية حتى تأذن إلى أمر الله تبارك وتعالى وتستجيب. وصلتي لهذه المرحلة كنت تعذبي بزاف، نطلب الله يفرج عليك. راكم قاعدين ولا غادي تمشيو؟ نمشيو. فكاش غتولي؟ فكاش تولي؟ غتهضروا مع والدي يحدد لكم موعد قريب وليو ان شاء الله. ما يفوتش الاسبوع الجاي، فضل هذا الاسبوع هذا غتباتوا هذه الليلة تشدوا دوك الطريق حتى الصباح. غدا الصباح مع الا قدرت تعطل شوية مع العشرة سير المركز اللي ليها، قول لهم عطاك زيوت وأعشاب تستعملهم هذا الأسبوع، وأضف إلى ذلك مكملات فقط. داك شي مصايب معدل أنا صايبته غير هذا الأسبوع، أضف إلى ذلك مكملات، هذه غير مكملات، أضف إلى ذلك الصلاة، الاستقامة، العبادة قدر المستطاع، اتقي الله عز وجل قدر المستطاع. السيمانة الجاية تكون أكفس من هذه إن شاء الله. واضح؟ لكون بغيت نوض ونضرب ونجيبو هنا ونهضر سهل الحال بصح مبقاتش في الهضرة، فضلت أنني نشويه أفضل. واضح؟ إن شاء الله ما يكون غير خير. هاد الحصه حاولي تسمعي لهاد الاسبوع بزاف ديال المرات، الله يفرج عليك والله يشافيك عاجلا غير عاجل.